السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك حالا، واللي بيعمل لايك يسجل اللايك في كومنت رقم اللايك، واللي بيتابعنا لأول مرة وعجبه المحتوى اللي بنقدمه يشترك معانا بالقناة، وما ينساش يفعل زر الجرس علشان يوصله إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. نبدأ مع يعني ذكرى القضية ممكن، والمرة دي من لاعب نادي الأهلي المعار إلى نادي إميان الفرنسي وهو أليو باجي. عارفين أليو باجي لعب موسم مع النادي الأهلي، وأول ما جه بيتش موتسماني إداله استمارة ستة، طلع احترف سنة إعارة يعني في الدوري التركي، وبعد كده ما كملش في الدوري التركي، طلع سنة في الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي مع نادي إميان الفرنسي، لكنه شخصية محترمة ومهذبة. من وقت ما دخل النادي الأهلي ما عملش أي مشكلة. في نفس التوقيت برضه بيحتفل بذكرى القضية ممكن، أفشة كتب بوست بيتكلم فيه عن تفاصيل القضية ممكن، وستظل عالقة في الأذهان وفي التاريخ السلاية كذلك. برضو بالنسبة لانتخابات النادي الأهلي، حسام غالي، أول رد لحسام غالي على فوزه في انتخابات النادي الأهلي ووجوده كعضو في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، قال: بحب أشكر أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة في قائمة الكابتن محمود الخطيب، وإن شاء الله تكون نكون عند حسن ظن حضراتكم فينا، ونقدر نخدم النادي الأهلي وكهلاوي دائما وأبدا. الأهلي فوق الجميع. ده كلام حسام غالي، وحسام غالي ليه دور كبير، والكابتن محمود الخطيب لم يختاره كده اعتباطا، يعني مش عايزه حد بقى. حسام غالي عنده شخصية، واللي تابعه طبعا كلهم شفناه في أرض، كان قائد بمعنى الحقيقي في أرض الملعب، بيدي توجيهات وتعليماته، يقدر يحمي لعيبته مع الحكام مع الفرق المنافسة. شفناه طبعا لقطه شهيره مع حازم امام، لما حازم امام بتاع الزمالك حب يعتدي على رمضان لما وقف. لا شخصيه، مش بس الكابتن محمود الخطيب بقى، ربنا يديله الصحه والعافيه. الاربع سنين اللي فاتوا ارهقوه يعني، من سفر، من رئاسته للبعثه، الانتقالات، الكلام من هذا القبيل. فهو الاشراف على الكوره برضه طبعا واحده واحده هيبدا يخلي حسام غالي يخش مع لجنه التخطيط ويبقى مشرف على الكوره، يبقى حاله وصل ما بين المجلس وما بين الجهاز الفني، وفي نفس التوقيت برضه يديله بقى صلاحيه ان هو يديله يبقى رئيس بعثه، يسافر مع الفريق، راجل عنده له في الكوره، راجل مجال، شغل مدير كوره قبل كده في تعاقدات في النادي الاهلي، وبعد كده مدير كوره في نادي الجونه. فكل التوفيق لحسام غالي والكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الكابتن محمود الخطيب فيه ان شاء الله. حسن ظن طبعا جماهير النادي الاهلي. كارلوس كيروش النهارده المدير الفني يوم بعد يوم بيحسسني انه في عالم تاني. كارلوس كيروش مهم يعني، لما اتسال عن مانشستر يونايتد قلت حضراتكم في اخبار بتتكلم على انه ممكن يجي مدرب مؤقت لمانشستر يونايتد، خصوصا اشتغل كمدرب مساعد مع سير اليكس فيرجسون مدرب التاريخ النادي مانشستر يونايتد يعني. فهو نفى هذا الكلام. انا موجود هنا عشان اتكلم عن منتخب مصر، مش عشان اتكلم عن نفسي. انا عندي عقد مع اتحاد الكره المصري، وكل اللي بيتقال غير حقيقي يعني. وقال انه محظوظ، لانه لما بيمشي في الشارع الجماهير يعني بيوجهوا له الشكر على ايه بقى؟ على كل ما قدمناه. انت لحقت قدمت حاجه عام مره، تقول لي احنا هنا عشان نحقق المستحيل. هل وصولنا لمصر لكاس عالم مستحيل؟ احنا وصلنا عام السنه 2018، الدوره اللي فاتت، الدوره اللي فاتت، البطوله اللي فاتت، احنا مش من 20 سنه يعني، الدوره اللي فاتت. قال لك والمره دي بيوجهوا لي شكر على كل ما قدمناه. انت قدمت ايه؟ اللي انت قدمته يا سيدي إيه؟ عملت لي ايه انت؟ احنا لسه تاهلنا على كل ما قدمناه. قال لك لم اجد بعد من ينتقد اداء المنتخب. ما شفتش؟ يبقى انت ما بتشوفش، يبقى انت ما بتمشيش في الشارع يا كروش. ده انت مباراه انجولا دمنا اتحرق وانتقدناك، وانتقدنا التشكيل وانتقدنا الاداء. مباراه الجابون انتقدناك وانتقد، مش انا ده الجمهور يعني، انت في غيبوبه، انت فاصل نفسك عن الواقع على فكره يعني. جايبين لنا مدرب خلاص يعني في عدى السبعين، يا جماعه في ايه؟ يبقى الكلام عقلاني، الناس اللي حواليه في ايه؟ احمد حجازي بديلا لامام عاشور في منتخب مصر في بطوله كاس العرب. تعرفين امام عاشور كان خرج طبعا من
التشكيله الاساسيه او القائمه الخاصه بمنتخب مصر كاس العرب بسبب اصابته بفيروس كورونا، يعني تم ضم احمد حجازي. انا مش عارف المدرب ده عايز ايه، عايز وجوه جديده طالع لنا بتقول انا عايز وجوه جديده، ولا بتركز لي على الوجوه القديمه؟ اشمعنى لعيبه النادي الاهلي؟ طب ما خد كل وجوه جديده واكتشف، خلي البطوله تشاف. بما انك حطيت ايدك على العناصر الاساسيه للمنتخب، احمد حجازي احد العناصر الاساسيه، خلاص ده معروف، تاخده ليه؟ طب ما تشوف غيره يعني. وانت مش بتقول كمان ما الاتحاد المصري ما تعاقدش معايا ان انا اجيب بطوله كاس العرب ولا بطوله افريقيا، يعني لما دول مش في الحسبان كمان، واخد دول ليه؟ واخد لعيبه الاهلي السبعه ليه؟ انت عايز مننا ايه يا عم كرو؟ انت عايز ايه اساسا يعني؟ قول لي وجهه نظرك. وجهه نظر مش هون، عايز تكتشف وجوه جديده ومش مهم النتائج في كاس العرب، ولا عايز نتائج ومع مش قادر استوعب؟ والله هنشوف يعني، هنشوف الاداء في بطوله العرب اللي مع احترامنا ليها قليله جدا جدا، في ظل ان كل المنتخبات شارك منتخبات محليين، وفي منتخبات بتشارك بمنتخب الاولمبي زي المنتخب السعودي. هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي ساب المنتخب السعودي للمدرب المساعد يديره في بطوله كاس العرب، يعني مش فين اللي بيدرب؟ مش جمال بالماضي اللي هيدرب الجزائر في بطوله كاس العرب، ده المدرب بتاع المحليين ومنتخب المحليين اللي هيشارك. مرتضى منصور زي ما قال قبل كده واعلن ان هو بيفتح صفحه جديده مع النادي الاهلي. مرتضى منصور طبعا فتره ايقاف على فكره برضه، ومرتضى منصور راجع بتدابير. اذا شفت لما يكون في واحد كده بيبقى عليه قضيه ويطلع من القضيه بتدابير احترازيه، لازم كل يوم تعمل كذا وكل يوم وما تتعداش كذا، وزي ما كنا بنشوف زمان في الافلام كل يوم تيجي تمضي في الاسم وتبات لك ليله في الاسم. ففي ناس بتخرج بتدابير احترازيه او بيتم الافراج عنها بتدابير احترازيه. مرتضى منصور تم عودته للوسط الرياضي بتدابير احترازيه، بمعنى او بشروط، بمعنى ان انت لازم تلتزم بواحد اتنين تلاته. لو ما التزمتش بواحد اتنين تلاته يبقى انت. مرتضى منصور النهارده لما اتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك انا عايز ابدا صفحه جديده مع مجلس اداره النادي الاهلي والخطيب والكلام ده كله. الكابتن محمود الخطيب طبعا باصله وباحترامه وادبه وعلاقته الطيبه فتره مستشار جلال ابراهيم كان الناس المحترمين يعني، الناس الافاضل يعني. عشان كده النادي الاهلي نزل بيان ناعي في على صفحاته المواقع الرسميه النادي الاهلي بينعي فيه المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الاسبق يعني. فمرتضى منصور خد القصه انه يشكر النادي الاهلي بسبب هذا، هو ما بيعملش كده عشان مرتضى منصور ولا المجلس الحالي، بيعمل عشان شخص الراجل اللي توفى يعني. في نفس الوقت المجلس استغل بقى نجاح مجلس اداره النادي الاهلي، مرتضى منصور طلع كده زي بقى او بيوجه التهنئه لمجلس اداره النادي، مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور، هو مش مكتوب مستشار عشان احد الناس زعل يعني يقول مستشار، والله الناس بتقول له كده يعني مستشار، واحنا يعني التقليل من الناس مش او الالقاب مش هي، انا دايما بشوف ان الالقاب عمرها ما بتميز شخص. لمال هيميز شخص ولا القاب هتميز الشخص، اخلاقه واحترامه هي اللي بتميز الشخص. يعني هنا لما تيجي احنا الناس الكبار مثلا نقول له يا حاج يا حاج، هل كل الناس الكبار اللي بنطلق عليها حاج كلهم حجاج او كلهم محترمين؟ لا، او كلهم راحوا حجوا او زاروا بيت؟ لا، ما حدش. اللي تقدروا يعني، بقت الالقاب ما بقتش لها معنى، تقديرك للشخص جاي من سلوكه وجاي من تصرفاته، مش معنى ان انا بقول فلان الفلاني معناه ان انا بقدره، لا ده لقب بقى زيه زي صباح الخير مثلا، ما انت بتقول صباح الخير للحلو وللعاطل والباطل كل الناس. التقدير والاحترام معناه ان الاشاده، لما اشيد بالشخص معناه ان انا اقدره واحترمه، انما قلت له استاذ ده بتعبر عن تربيتك وعن اخلاقك وعن احترامك لنفسك قبل ما تكون احترامك للاخرين يعني. المهم يعني مجلس إدارة نادي الزمالك لرئاسة مرتضى منصور يقدم التهنئة لمجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة. هي خالد فين خالد غندور؟ ما فيش بقى بيقول كابتن محمود الخطيب هنا، ومرتضى منصور مطلع في البيان نفس الكلام اللي قاله قبل كده، ما فيش بقى مرتضى منصور والكابتن محمود الخطيب علشان البروتوكول حاطط نفسه في نفسه، وانا مش هقف عند كده، انا وقفت عندها عشان احس كلام خالد الغندور لما النادي الاهلي طلع بيان قبل كده بيتكلم يوجه فيه تهنئه لنادي الزمالك وحسين لبيب، قال لك كاتبين حسين شوف ساب كل الشكل الجمالي والعلاقات الوديه الرائعه ومسك هنا، اشمعنى قالوا الكابتن محمود الخطيب وهنا قالوا حسين لبيب؟ المهم يعني يوجه لدوره جديده، مجلس نادي الزمالك ينتهز الفرصه ويشكر اداره الاهلي على تقديم واجب العزاء
في وفاه المغفور له المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك السابق ووالد المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس الزمالك الحالي. هنا عايز انتهز الفرصه واتكلم عن مجموعه من الاعلاميين اللي بياكلوا على كل الموائد، زي ما يقول لهم مرتضى منصور، مرتضى منصور قال لهم هوش كله يسكت، مرتضى منصور قال يمين يبقى كله يمين، مرتضى منصور، مجموعه من الاعلاميين اللي كانت بتهاجم الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي بعد بيان مرتضى منصور، خدوا بيان او الكلمتين اللي قالهم او التهنئه اللي قالها مرتضى منصور وكتبوا خيركم من يبدا بالسلام. هم اللي كانوا بيهاجموا، لو مرتضى منصور كان هاجم الخطيب كانوا طلعوا هاجموا الخطيب، لكن مرتضى منصور بيهدي الاجواء فهم طالعين يطلب خيركم من يبدا السلام، وكانه مرتضى منصور هو اللي يبدا بالسلام، على الرغم ان مرتضى منصور الكلام اللي مطلعه شكر للنادي الاهلي اللي ابتدى بتوجيه التعازي في رئيس نادي الزمالك الاسبق. زي ما بقول لحضرتك ما بعملش كده لمرتضى منصور ولا المجلس الحالي بيعمل عشان شخص راجل، فاذا كان في حد بدا بالسلام فهو الكاب النادي الاهلي يعني، فانتم معاهم عليهم، انا مش عارف الناس دي تقول عليهم صحفيين، تقيد عليهم ارزوقيه، تقيد عليهم طب ياخدوا مقاولات، تعالى انا هطلعك مقاوله تشتم فلان، انا هطلعك مقاوله تقل ادبك على فلان، فما تفهمش الدنيا فيها ايه يعني مع دول يعني. لكن هم معروفين ان هم مش اعلاميين، هم بتوع سبوبه جايين في اي حاجه فيها لقمه عيش بقى حرام بتاع، جاي في اي حاجه يعني، فيها سب فيها قذف فيها اي حاجه انا موجود يعني. امين الصندوق بعد نجاحه خالد مرتجي، انا لو اخفي عليكم سرا يا جماعه، اخفي عليكم سرا ولا بلاش. المهم كتب بعد نجاحه، وطبعا هو ضربه قاضيه لكل من هو خلف خالد الدرندلي، نجاح خالد مرتجي. المهم كتب او القضيه ممكن، او القايمه ممكن خالد مرتجي، ده بالنسبه لتعليقه بعد نجاح، او التعليق برضو لعمر ربيع ياسين على خساره انتخابات النادي الاهلي، قال خسرت انتخابات وكسبت 9700 واحد بيحبوني وانا مستقل، والف مبروك لقايمه الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله اكون داعم ليهم كعضو، وان شاء الله اكون داعم ليهم كعضو واعود مره ثانيه الى منصات الاعلام لاستكمال فتره توقف الانتخابات. ده كلام طبعا جياني انفانتيرو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اعلن الاستعانه بتقنيه حكم الفيديو الفار خلال مرحله تصفيات النهائيه في تصفيات افريقيا المؤهله لنهائيات كاس العالم في قطر 2022. وطبعا ما ينفعش زي ما حصل كوارث في دور المجموعات يبقى في ازمه فرقه تروح بالصدفه او بالخطا او على الرغم ان في اوروبا برضو ما اعرفش حد يفكرني في مباراه صربيا والبرتغال تقريبا الهدف اللي جابه كريستيانو وكان ضمن اسباب ان البرتغال ممكن ما توصلش كاس العالم يعني. الفار اعتقد ما كانش موجود لان الكره عدت الخط يعني، لكن مش معقول يبقى احنا في 2000 العالم كله الدوريات والبطولات في اوروبا كلها بتطبق الفار، وجانا في افريقيا في مباراه حاسم مباراتين حاسمتين تقول الفار ما يطبقش. فبالتالي اعلن الكاف من خلال جياني انفانتينو رئيس الفيفا قال انه لازم يكون فيها وهيكون فيها الفار يعني. محمد صلاح وعمرو اديب كنت اتكلمت مع حضراتكم ان بعد هجوم عمرو اديب على محمد ابو تريكه محمد صلاح بيأدب عمرو اديب يعني ورافض انه كان يعمل معاه حوار، فضلوا يحاولوا معاه اكتر من مره لحد ما توصلوا بالفعل عملوا معاه حوار في مدينه ليفربول في بيت محمد صلاح في انجلترا، وهيتم اذاعه الحوار خلال الايام المقبله. اتمنى ان محمد صلاح من خلال الحلقه يوجه تحيه لابو تريكه، يوجه تهنئه لابو تريكه بعيد ميلاده، واتمنى ذلك يعني في وجود عمرو اديب اللي انتقد كل ان عمرو اديب مش هيعلق، لانه عنده كان مشكله مع الكابتن محمود الخطيب عشان الانتخابات. المهم قال لك تم اجراء الحوار مع محمد صلاح داخل منزل اللاعب ويتم اذاعته في الايام القادمه، وقال عمرو اديب من خلال البرنامج اللي بيقدمه في الحكايه برنامج الحكايه قال ان مر اكثر من 3 سنين على حوار عمله قبل كده مع محمد صلاح، كنت سافرت برضه لانجلترا علشان اعمل معاه حوار، الوضع اتغير اصبح محمد صلاح هداف الدوري وافضل لاعب في العالم، وقال فرق كبير ويسيبكم من محمد صلاح لاعب الكره ايد شخصيه مبهره تطور مذهل، هذا الرجل يعمل على عقله شخصيته بالفعل حاجة تشرف، هننتظر وهذا بتشجيع الناس له في الملعب الانفيلد عظيم سعادة غامرة تربع كأحسن مستوى في مستوى لعب وهكذا يعني. قال اللقاء مع محمد صلاح ووكيل أعمال رامي عباس كان مميز، ورامي له دور هائل في حياة محمد صلاح، صلاح لم يهتز في أي سؤال كما لم يوجب بطريقة دبلوماسية، هو شخص
وهادئ ومش عارف ايه. قول يا عمور، قول يا حبيبي. كنت اتمنى ان يعمل حوار تاني مع حد غير عم غير عمرو اديب. يعني بالنسبه للاخ وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي وموقف الوزاره من العمري فاروق، تجنيد العمري فاروق بعد فوز مجلس اداره النادي الاهلي بالامس، وطبعا كان منفردا فاز بالتزكيه العمري فاروق. اعلنت مديريه الشباب والرياضه بالقاهره النهارده عن تجنيد النائب رئيس النادي الاهلي العمري فاروق، والسبب انه فاز بالتزكيه بنسبه عدى اكثر من 25% ولم يتم العرض على اعضاء الجمعيه العموميه كشرط لاعتماد فوزه بناء على لائحه النادي الاهلي. ده الكلام اللي جاي من مديريه الشباب والرياضه، يعني لائحه النادي الاهلي بتقول لك علشان عضو او نائب او اي حد في مجلس اداره يفوز بالتزكيه لازم يحصل على اصوات وموافقه اعضاء الجمعيه العموميه بنسبه 25% من لهم حق التصويت، وهو جايب اكتر من 90%. ده مش الشرط اللي عليه المشكله، الشرط اللي عليه المشكله كمان بالاضافه لحصوله على التصويت هو طرحه على الجمعيه العموميه لاعتماده، بالاضافه الى طرحه للجمعيه العموميه. طب ما هو الجمعيه العموميه اللي هم اختاروه اساسا 90%، اطرحه كمان. انا مش عارف هل ده في لائحه النادي او ازاي، مين اللي حط البند ده في اللائحه؟ ما هو انا الجمعيه العموميه يعني ايه؟ يعني الاعضاء بتوع النادي الاهلي اللي لهم حق التصويت اختاروني 90%، ما هو معنى ان اختاروني 90% او 70% يبقى بالتالي الجمعيه وافقت عليه كشرط الاعتماد. انا مش فاهم. فقال لك في اقرب جمعيه عموميه يتم طرحه على الجمعيه العموميه ويتوافق عليه من الجمعيه العموميه عشان يتم تشكيل مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. يعني مرتضى منصور بيدرس ضم مدحت العدلي وخالد لطيف لقائمته ويفكر يستبعد هاني زاده. كلام حاليا مرتضى منصور ناجح لو دخل انتخابات ناجح. يعني برضو اتكلموا عن النادي النهري وقال لك مفاجاه، ومرتضى منصور بيقول ان اللجان اللي فاتت كسرت وبوظت نادي الزمالك وفي محتويات اتسرقت من النادي النهري والفتره المقبله هنصلح النادي النهري، هو في فلوس يدفع لعيبه عشان نصلح النادي النهري يا استاذ مرتضى. عموما هنشوف. برضو الوزير خالد عبد العزيز وزير الرياضه الاسبق بيعترض على الجمهوريه الرياضي، غلاف الجمهوريه الرياضي. طبعا كان الجمهوريه الرياضي بتاع الامس، طبعا انا ما حبيتش على الاهلي، كان مش لطيف بصراحه يعني. لكن الغريب ان الزملكاويه مقموصين وزعلانين على الرغم انه يمس الجميع، جايب كروش وماسك بتاع بيذبح بيه اللعيبه وقدامه طارق حامد ومرمي حواليه محمد شريف وقفشه وزيزو ورمضان صبح. يعني المفروض اللقطه ما تتحطش اولا الشكل العام، مش عشان طارق، بقول لك قفشه محمد شريف محطوط يتعامل معاهم على الغلاف، مع يتعامل معاهم زي ما بيتعاملوا. ليه ماسك لي الزملكاويه غاضبين وليه بيتعامل مع زملكاويه؟ ليه الزملكاويه؟ المفروض لو انت عندك يعني سنس زي ما بيقولوا ترفض الصوره بالكامل، لان في اهلاويه وزملكاويه مش بيتكلم عن انتباء بعينه يعني، لكن هي صوره مش لطيفه يعني، بيتكلم عن ان كروش ذبح اللعيبه الكبار او ذبح القطه يعني.